أهلا بكم من جديد، وطاب مساءكم ومتعكم الله بكل خير. خلوني أرحب بالدكتور أحمد أسامة عمر، المستشار الإعلامي لشركة الفلكي، وأيضا مستشار إعلامي لمنظمة الحق الدولية، ومستشار إعلامي لمفوضية الأمم المتحدة، ومخرج مسرحي متخصص بالطفل، وناقد فني وسيناريست أيضا، وكبير مقدمي البرامج. أهلا بك يا دكتور أسامة. أهلا يا دكتور. أنا طبعا أنت قلت كلام في حقي، يعني يمكن أنا ما استاهلوش، لا يا إنما ربنا يخليك. أنت قيمة وقامة. ربنا يخليك. أعزائي المشاهدين، إحنا طبعا النهاردة في معية شخصية ترقى إلى العالمية. ماذا يحدث عندما يعود أو تعود الروح للجسد؟ عادت الروح للجسد مرتان، مرة عند لقائي بالدكتور محمود، ومرة أخرى عند دخولي مدينة الإنتاج الإعلامي مرة أخرى. بصراحة أنا طبعا فرحان جدا أن ألتقي بجمهوري مرة تانية، وعدت للشاشة مرة تانية، والفضل الأول والأخير لله ثم للدكتور محمود الشامي. دكتور محمود الشامي قلعة من قلعة الفن وتأصيل الفن، وحراك فني أصيل يرقى إلى أن يكون قناة أو منفذ شرعي يوازي دور وزارة الثقافة في مصر. بصراحة الدكتور محمود الشامي كان يعني او هو عامل حاله من اللغط الشديد الايجابيه، حاله لغط لكن حاله ايجابيه موجوده بينه وبين جمهوره ال 36 مليون الموجودين على قناته الخاصه على اليوتيوب. ده دفعني ان لابد من الارتباط بهذه الشخصيه والقرب منها وادنو منها اكثر واكثر حتى استفيد وافيد. لكن مقر الاستفاده عندي او كينونه الاستفاده عندي اكثر من انا افيده، لان هو اللي هيفيدني وهيفيد المجتمع كله. الدكتور محمود الشامي فلكي أصيل متأصل دارس، حاصل على أكثر من 5 شهادة دكتوراه، منها الدكتوراه البحثية ومنها الدكتوراه الفخرية، وحاصل على مؤهلات كثيرة أهلته أنه هو يتنصب هذا المنصب العظيم، ومعه فريق عمل جميل جدا على رأسه طبعا الأستاذ تامر درويش رئيس تحرير هذا البرنامج، وأنا بشكره جدا هو كاست العمل، وأشكر كل الناس اللي ورا الكاميرات والمخرج العظيم بتاعنا، وأيضا الدكتور الفاضل صديق العزيز اللي التقيت بيه النهاردة، ودي كانت فرحة كبيرة جدا أن ألتقي بالدكتور عبد الحميد توفيق رئيس القناة، وراجل محترم جدا، وأنا بشكره على حسن استقباله ليا، وأيضا على منحه كم فرصة عمل إن شاء الله هتكون جوه قناة الصحة والجمال في القريب العاجل. عند الدكتور محمود الشامي هنلاقي عنده مؤسسة فنية، هنلاقي عنده مؤسسة سياسية، هنلاقي عنده ناحية فلكية عربية عالمية، عالمية عربية، أيضا هو يمكن بيقوم بدور ما قامتش بيه جامعة الدول العربية، بدليل أنه كان عنده امبارح وفد من الصين استقبله في بيته. الوفد ده احنا استقبلناه استقبال كويس جدا، وتم تكريم الدكتور محمود الشامي في بيته عن طريق حد من وزارة الخارجية وحد من السفارة الصينية، مركز الثقافة الصيني والسفارة الصينية، واتفقوا معاه عدة اتفاقات، منها هيكون للدكتور محمود الشامي مقر في الصين في القريب العاجل بعد الاتصال بيه. انا عايز اقول لكم ان احنا النهارده هنقضي وقت طيب وجميل. كل الاعمار السنيه من الطفل لغايه الراجل المسن اللي زي حالتنا كده هيحب كلام الدكتور محمود الشامي، وهيبدا يتعرف عليه ويقرب منه. اهلا بيك يا دكتور محمود، وانت منور الدنيا، وانا بصراحه فرحان جدا بالمعيه بتاعتك دي. أنا عايز أبشر جمهورنا العظيم، باقي شهرين من السنة هنتكلم الأول في الفلك. محمود الشامي مع احترامي للقب كفلكي عظيم وعالمي. الشهرين اللي باقيين دول، باقي شهر 10 و11 و12، أكيد حضرتك متوقع فيهم أحداث على المستوى السياسي والعالمي كتير أنت مهتم بيها، وكتير جدا جمهورك عايز يعرفه، سواء جمهورك على قناة صحة وجمال أو جمهورك على قناتك الخاصة. كمان هتقول لنا أهم توقعين أنت حضرتك توقعتهم أو 3 توقعات وبالفعل حدثوا على المستوى السياسي والمستوى العالمي. بداية في توقع خاص بسنة 2018 و19 معا، وهو ظهور بطولات إفريقية. التوقع ده من أول السنة أو من ليلة رأس السنة تحديدا، في آخر في يوم 31/7/2017 قلت انها تظهر بطولات افريقيه عالميه، وحصل اللاعب المحبوب في مصر المصري محمد صلاح تقريبا دخل انه احسن لاعب في العالم. يعني انا ما بهتمش بالرياضه قوي، يعني ما مش متابع، لكن متابع نجوميه واحد من الوطن العربي او من مصر خصوصا يوصل للعالميه ويتسابق، حتى ما كانش اخد احسن لاعب في العالم، المهم ان هو كان ما بين 3
لانهم يختاروا احسن لاعب في العالم. كمان انا اول ما توقعت ان مصر هتخش كاس العالم يعني في نفس البرنامج توقعت فضيحة صاحب فيسبوك وقد حدث، توقعت اغتيال شخصية عربية وقد حصل الحادثة اللي هي حصلت امبارح. في توقعات كتير الحمد لله مش لسه انا هقولها دلوقتي، انا قايلها من شهر واحد والاحداث بتثبت مصداقيتها او بتثبت صحتها. لكن خليني اقول لك بقى الحاجه اللي ممكن تهم كل بيت وكل اسره، بما اننا برنامج توك شو فلكي فبنحذر كل ستات البيوت وكل الرجاله كل العائله كل واحد في بيته، اعرفهم ان في كوكب اسمه كوكب الحب والمال والجمال اللي هو كوكب الزهره، متراجع من 5 اكتوبر الماضي اللي احنا فيه لغايه 15 نوفمبر يعني حوالي تقريبا شهر ونص. عندما تتراجع الزهرة بيحدث نوع من الفضايح الجنسية، وبيحدث نوع من فضايح للفنانين، فكل الفنانين تاخد بالها من أفعالها، الأضواء بتبقى مسلطة على الأخطاء، فناخد بالنا. نصيحة للفنانين ونصيحة للناس العادية إن هي ممكن يحصل لها نوع من أنواع الفضيحة سواء جنسية سواء فنية. أي مشروع فني يتوخى الحذر ويفهم هو بيعمل إيه وبيروح فين، لأن برضو الأمور مؤهلة للهبوط. الزهرة كوكب الحب والمال والجمال لما تتراجع ما نحاولش نعمل عمليات تأجيل، نأجلها لما بعد التراجع، نعمل عمليات زي ما احنا عايزين. في فنانة كبيرة مشهورة لا داعي لذكر اسمها عشان أهلها ما يزعلوش، كانت بتعمل عملية شفط دهون، يعني شفط دهون عملية بسيطة ما هياش قلب مفتوح، ولكن توفاها الله عشان عملتها في توقيت مش مناسب. وإن شاء الله في الحلقات اللي جاية هنوضح إمتى التوقيتات المناسبة للجواز، إمتى التوقيتات المناسبة للحروب، يعني لازم نتوخى الحذر. وده يا جماعة ما هواش الغيب المعروف إنه لا يعلم الغيب إلا الله، فعلا لا يعلم الغيب إلا الله، بس الغيب نوعين، في غيب نسبي وفي غيب مطلق، لكن ده علم علم الإنسان ما لم يعلم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذن هناك مشيئة، نعم، إنه ربنا سبحانه وتعالى يمنح عباده بعض العلوم، نعم، وها هي بعض العلوم الأصيلة المتأصلة لكبار علمائنا المسلمين، ودول سلفنا الصالح اللي احنا يعتبروا مرجع لينا، والتاريخ بيثبت هذا. نعم، أنا عايز أقول حاجة مهمة يا جماعة، لما نيجي نقول هنا القاهرة أو صوت العرب من القاهرة أو إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة، أيضا الصحة والجمال من القاهرة، ومحمود الشامي من القاهرة. إحنا دايما وإحنا في سهرتنا عند الدكتور محمود الشامي، لأن إحنا طبعا بنواصل الليل بالنهار، من 4-5 أيام كان هو في المرصد بتاعه وأنا دخلت عليه في المرصد، ففوجئت إنه بيقول لي بعد أيام قليلة هتحصل حادثة لفنانة من الفنانات. بالفعل النهاردة حصل حادث سير للفنانة أنغام محمد، الفنانة أخت الفنانة أنغام محمد علي سليمان، حصل لها حادثة وتوفت النهاردة. لما جيت بقول للدكتور محمود فابتسم وضحك وقال لي أنا أقول لكم من 4 أيام الفنانة دي توفاها الله حوالي الساعة 5 بعد الظهر، ربنا يرحمها. وإحنا باسم البرنامج وباسم القناة بنقدم عزانا للملحن الكبير الفنان محمد علي سليمان والفنانة أنغام في وفاة أختها. علم الفلك هو علم الهيئة زي ما تفضل فضيلة المفتي وقال عليه اللفظ ده. هل ده معناه ان حضرتك لما تيجي قدام، يعني يكون قدامك اي شخصيه من الشخصيات ايا كان عمرها وايا كان وضعها، تقدر تعرف ما يجيش بصدره دون ان يتحدث؟ يفترض انه جالك واحد ما بيتكلمش اخرس ابكم، يعني هتقدر تفهم كل اللي جواه وتريحه لان هو جاي لك ملهوف؟ انا بشوف التليفونات، كثره التليفونات الدوليه والمحليه والمحافظات وكثره ارتباطك. ايضا انا معجب جدا جدا باختيار مفوضيه الامم المتحده لحضرتك بشكل شخصي، ومن ثم حضرتك اخترتني انا بشكل شخصي ان اكون كبير مستشاري مفوضيه الامم المتحده للاعلام والعلوم والاتصال تحت قياده حضرتك انت ورئيس المفوضيه في المكتب الاقليمي بالقاهره، وايضا مجموعه الحق الدوليه اللي انت حضرتك كل الحاجات دي اللي انت تتبواها، ازاي بتنظم وقتك ال 24 ساعه وازاي نرد على الشخصيات اللي تجيلك؟ هو يعني
تنظيم الوقت هو كان اول عامل من تنظيم الوقت بتاعي. انا عايز اخدم الناس باي شكل، اخدم الناس اللي هي المواهب الجديده، واخدم كل فئات المجتمع. وانا ال 37 مليون مش كلهم من مصر، يعني كلهم من بره. نعم. وطبعا انا نفسي اخدم اهلي وناسي والمجتمع بتاعي، وافهمهم ويبقى عندهم ثقافه فلكيه، يقدروا يتعدوا مخاطر الحياه ويتقوا شر الوقت والزمن والترددات السلبيه. اول حاجه طبعا انا فكرت فيها في ان حضرتك تتولى المسؤوليه الكامله. ده شرف عظيم ليا عشان اقدر اتفرغ برضو لشغلي واللي ورايا. ده نمرة واحد. العلم الحقيقي والعلم الأصيل، بقول مش بكرة هجرالك إيه، بقولك أنت بكرة هتفكر في إيه. تخيل أن التوقع بتاعي، يعني أنت لو جيت تلاحظ التوقعات بتاعتي على الفيسبوك هتبص تلاقي مثلا إيه، بقولك يجول بخاطرك كذا 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 كذا. يعني العلم وصلنا أنت ممكن مؤهل بكرة تفكر في إيه. ممكن تكون انت شايف الدنيا ضلمة، فاقول لك يعني خلي بالك عشان هناك افكار سوداء تحوم حواليك. فتلاقي لو واحد ما سمعش التوقع وعد عليه النهار وجي يبص ان انا كنت قايله كده اول امبارح، يقول لك فعلا انا كنت بفكر. فادق من ان انا اقول لك هيحصل ايه، ان انا اقول لك هتفكر فيه. الله يفتح عليك يا دكتور. طب احنا يا جماعه في مناسبه مهمه جدا، وشهر وطني وقومي، وشهر استنهاض للبطولات العسكرية والبطولات الشعبية والحكي الشعبي، هو شهر أكتوبر. شهر أكتوبر وجيشنا العظيم وقائده، القائد العظيم البطل عبد الفتاح السيسي، والشرطة والجيش والشعب، رغم ما يعانيه الناس من معاناة، لكن صبرا ألا ياسر، فإن موعدكم الجنة قريبا بإذن الله. زي ما قال الدكتور محمود التفضل النهاردة، وقال آخر السبع سنين العجاف قربت أو بدأت تدنو منا جميعا. وإحنا في شهر أكتوبر يا دكتور، ايه علاقة حضرتك او ايه اللي انت حسيته ايام حرب اكتوبر، او ذكرياتك عن حرب اكتوبر؟ طبعا انا من ابحاثي ان انا بفحص شخصية زي شخصية السادات، لازم عشان ده راجل مشهور ورئيسي. نعم. افحص شخصية عبد الناصر، افحص شخصية يعني كل الرؤساء، لازم افحص من جانب علمي. طبيعي طبيعي، مش علاقة بالسياسة. طبيعي يا فندم، انا مش سياسي. كويس. طيب تعالى بقى نشوف، لما نيجي نشوف 6 اكتوبر، اولا مصر اسمها بيعمل رقم 6، الميم ب 4، الصاد ب 9 يبقى 13، الره ب 2 يبقى 15، لازم نجمع احد عشرات فتديني 6. فعندي برضو معلومه او قانون بيقول ما يحكمش مصر الا رئيس اسمه يعمل رقم 6، مش ما يحكمش، ما يستملوش استقرار في حكم مصر الا رئيس اسمه يعمل رقم 6. نعم. فبالبحث لقينا محمد نجيب 4 ومحمد مرسي 4، وكان لسه ماسك. نعم. قلت ملوش استقرار في حكم مصر. تمام. هكذا يقول العلم، مش محمود الشامل. نعم. طيب لما اجي اشوف اختيار الرئيس السادات، حتى وان كان عشوائي لكن خدمته الظروف، انه اختار 6 اكتوبر مع اسمه 6 مع يوم 6 مع اسم مصر 6. فتخيل حضرتك انت التظبيطه دي. طيب ده حصل. طب ما بالك بقى لو الرئيس ده عنده وضع معلومه فلكيه واستخدمها ولقاها صح، كان هيبقى النصر ان شاء الله محقق. مع ان زي ما قال اللواء مدحت الحداد، هو المفروض كان يبقى معانا النهارده. انا بحيي بعد اذن حضرتك يا دكتور اللواء مدحت الحداد، قائد كتيبه الدبابات والمدفعيه، ابان اثناء حرب اكتوبر العظيمه. هو حد صديق لينا محترم جدا، بيحبنا جدا واحنا بنحبه، بس هو دلوقتي في اجتماع مع الامير طلال بن السعودي والسيده وزيره الشؤون الاجتماعيه، لانه عنده مؤتمر بكره الساعه 10 صباحا. هو كان المفروض يكون معنا، لكن هيكون معنا باذن الله الحلقات اللي جايه. هو حد مؤرخ عسكري جميل وواقعي، ولا يخفي حقيقه اي شيء قدام جمهوره قدام مستمعيه. حتى الكتاب اللي هو مطلعه قريب قال فيه اسرار خطيره جدا، هيكون الكتاب ده عن طريق مؤسسه الدكتور محمود الفني الانتاج الفني، هو اللي هيقوم بطبعه وهو اللي هيقوم بنشره ان شاء الله. وده دورنا، يعني محارب من محاربين اكتوبر، بطل من ابطال اكتوبر، شارك بنفسه، شاهد حرب اكتوبر. معظم الشباب دلوقتي ما يعرفوش يعني ايه اكتوبر. نعم. يعني تقول له تعرف عن اكتوبر، يقول لك انا اعرف مدينه 6 اكتوبر يعني. نعم. فاحنا يلزمنا هذه الشخصيات لكي نؤرخ في ذهن الشباب ونعرفهم يعني ايه اكتوبر ويعني ايه حرب. ما كانش في اي اسباب تقول ان الشعب المصري
هيكتسح وهيعبر خط بارليف، لكن الوضع الفلكي هو اللي ساعد على انتصارنا حتى وان كان تم اختياره عشوائي. بنقول بقى ايه في اللي جاي؟ لازم يبقى فيه مستشار فلكي نعرف امتى نحارب، امتى نواجه، امتى نتخانق، امتى نمضي عقد، امتى نتجوز، امتى نعديها. كل ده وارد في العلم. وربنا سبحانه وتعالى في سورة الفلق قال بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. نعم. غاسق اللي هو القمر، اذا وقب اذا اختفى، ده فلكيا وقت المحاق، يعني اللي هو قبل الهلال بيومين. نعم. فربنا بيقول لك الوقت ده في شر، ابقى استعين بيا. ما بنقولش ولا عن ابن مش عارف مين ولا عن مين، بنقول اشارات قرآنية من القرآن الكريم. نعم. انا بصفتي مستشار فلكي فببقى عارف ان وقت المحاق ده بعد يومين، بعد ثلاثة، بعد ستة، فبقول لك خد بالك، ابقى استعين بربنا في الوقت ده لان الوقت ده مش كويس. من هذا المنطلق انا لما اجي احذرك من الوقت ده ما بقاش بقول غيب. نعم. ده انا ماشي على اشارة قرآنية ربانية من القرآن والسنة. نعم. على فكرة يا دكتور، وأيضا الكلام للسادة المشاهدين، أغلب الأنظمة في العالم عندها مستشار فلكي. ده إحدى أحد المستشارين المهمين جدا جدا جوه أي ديوان له يعني خاصية النظام أو الحكم، سواء كان جمهوري أو ملكي أو إمارة. يا ريت يعني سيادة الرئيس يفكر إن يبقى في عنده مستشار فلكي، ويبقى الدكتور محمود الفلكي. دكتور محمود الفلكي يا ريس بيتمتع برؤية ثاقبة وحقيقية، واكيد حضرتك عرفه وسمعت عنه وشفت كتبه. نتمنى ان يعني يوصل لك كلامنا باذن الله، ويكون له دور سياسي ومعنوي، ودور يؤرخ فتره مقبله، عشان احنا كلنا طبعا بنخاف على النظام، ونخاف على جيشنا وعلى وطننا وعلى شرطتنا وعلى مخابراتنا وعلى كل الاجهزه المعنيه اللي هي موجوده جوه نظام الدوله. طب انا دلوقتي وانت يا دكتور هكلمك على انك منتج فني وعندك شركه انتاج بشكل رسمي، حضرتك ليه ما فكرتش انك تعمل حاجة وطنية بحيث ان احنا كتير جدا من الشركات خافت تقدم عليها، وانت عندك الماتيريال وعندك طول الليل شعراء وفنانين، كل فنانين مصر بيصاروا معانا عندك، فنانين وفنانات ومؤرخين وصحفيين ومراسلين اجانب وكالات انباء، ليه ما فكرتش او احنا نقعد، وده الفكرة دي جاتني على فكرة دلوقتي كان ممكن اناقشك فيها امبارح مثلا، ان نقعد نعمل حاجة دور اكتوبر او شخصيات حقيقية من اكتوبر من السرد اللي سرده لنا اللي هو مدحت الحداد ابن كفر الشيخ العظيمة. ان شاء الله هيكون ضيفنا في الحلقات اللي جايه. وحضرتك بقى هتكمل المسيره اللي قدرت عليه عملته. انا لا ملحن ولا موزع ولا شاعر ولا لي علاقه بالموضوع، انا بس حابب ان احنا ناخد بايد الناس ونساعد الناس ويبقى في ثقافه فلكيه. دي رسالتي الاساسيه، ان الناس تفهم تعيش ازاي وازاي تفهم انها تغير حياتها 180 درجه. بس خلينا نطلع لفاصل ونجيب الفقرة الفنية بقى الأستاذ هاني شاكر، ومعاه موهبة جديدة جميلة جدا. نعم، هاني شاكر ملحن عظيم، صديقنا زي الفنان هاني شاكر صديقي على المستوى الشخصي اللي هو المطرب. هاني شاكر ملحن عظيم، معاه مجموعة وهو المستشار الفني عند الدكتور محمود، وعنده برضو رؤى لاكتشاف المواهب ويستطيع سطوعها دون بهتان، هو الدكتور محمود الشامي. هنطلع فاصل ونعود مع فنان هاني شاكر والفنانين بتوع مؤسسة الدكتور محمود الشامي. اهلا بكم من جديد، وهنرحب مش انا بقى اللي هرحب، المستشار الاعلامي هو اللي هيرحب، المتحدث الرسمي باسم الفلكي، شركه الفلكي للانتاج الفني، دكتور اسامه. رحب بالناس. انا برحب بيك هاني، وانت يعني شخصيه عظيمه. برحب باحمد ابننا مطرب المستقبل، مطرب مصر، صوت مصر، هو ده الورد اللي فتح جناين مصر اللي قال عليه احمد فؤاد نجم. ومن سكه احمد فؤاد نجم تسمعنا حاجه يقولها احمد، اللي هي بالفعل التيمه الشعبيه او التيمه اللي النهارده الناس مستنياها حقيقي، مش علشان نغير وجهه نظر بس، علشان نعيش وجهه نظر حقيقيه وكلنا نرجع نفسنا تاني ونثبت ان مصر ولاده. اكيد طبعا مصر ولاده. اولا طبعا انا بحيي حضرتك يا دكتور، وبحيي الدكتور محمود الشامي على استضافته لينا طبعا، وتبني للمواهب الجديده. احنا مش اول مره نطلع معانا مواهب جديده، ودايما ان شاء الله كل يوم في جديد ومعانا مواهب جديده، وانا بتشرف طبعا ان اقدم موهبه متميزه زي احمد صديق. صوت واعد ان شاء الله، وان شاء الله يكون لي برضو اسم وشأن في منين يا احمد؟ الموسيقى. نعم، من الشرقيه. اهلا وسهلا. مع حليم كان من الشرقيه. سعيد ان انا معاكم النهارده. وعرابي كان من الشرقيه. طيب نسمع نشوف كده ايه جديدكم. هو
في اغنيه جديده ان شاء الله باذن الله صدرت، هو محمد رزق، قصيده برضه يعني جديده، كلمات الشاعر سيد سعيد الحاني، وطبعا صوت نسمع اي حاجه نسمع ان شاء الله. هو على فكره اعزائي المشاهدين احنا عندنا رقم طالع على الشاشه دلوقتي، احنا بالنادي وبنحضن اي فنان اي موهوب، حتى كمان لو تابع لهيئه ثقافيه، كل المواهب اللي موجوده في هيئه الثقافه على مستوى الجمهوريه، كل المواهب الموجوده في الاوبرا او خارج الاوبرا، كل المواهب الموجوده في الجمعيات الاهليه، كل المواهب الموجوده في الشارع في المدارس من المستوى الابتدائي والحضانه والكي جي 1 لغايه اي سن، اهلا وسهلا بيكم. والرقم موجود على الشاشه في مؤسسه الدكتور محمود الشامي للانتاج الفني. اتفضل. فاكر نفسك هرب وسبتني تعذب وبعدت عني وغب والدنيا دي ضيقة وهي جاتلك الأحزان واللي أمنته خان والكل نار دخان ويلا قابل بقى. فاكر نفسك هرب وسبتني تعذب وبعدت عني وغب والدنيا دي ضيقة وهي جاتلك الأحزان واللي أمنته خان والكل نار دخان ويلا قابل بقى قابل بقى قابل لما الجروح تتجمع مع إني مش قابل أشوف عينيك بتدمع أحزان لازم تعيشها والحزن يبقى فرشها والله ما تقدر تحوشها مع كل جرح يسمع. الله يا الله يا الله يا هاني. دقت عليك وانا حاسس انك بتبكي وباصص عليا عشان تشوفني ببص ازاي عليك بتشوفني بشمت ولا بضحك عليك واتسلى او فرحة بتملى قلبي وانت الدمعة في عيني. دقت عليك وانا حاسس انك بتبكي وباصص عليا عشان تشوفني ببص ازاي عليك بتشوفني بشمت ولا بضحك عليك واتسلى او فرحة بتملى قلبي وانت الدمعة في عينيك. بالله تلاتة دي مش شماتة ولا فرحة ليا ولا كنت احب تشيل في ذنب عملته فيا. بالله تلاتة دي مش شماتة ولا فرحة ليا ولا كنت احب تشيل في ذنب عملته فيا. قابل طبعا سعدنا جدا بلقائكم وان شاء الله احمد معانا الحلقه اللي جايه وفي كل الحلقه وفي كل الحلقات اللي جايه. بشكر كل محبي ومتابعي وبتوجه بالشكر للدكتور عبد الحميد توفيق طبعا داعم لينا ومشكره شكرا جزيلا وكل فريق العمل اللي موجودين ومنك لله يا تامر. واقفل الحلقه يا استاذنا. اعزائي المشاهدين احنا طبعا هنكون على لقاء بيكم في نفس الموعد ونفس المكان ونفس الزمان مدينه الانتاج الاعلامي من القاهره
مدينة الحياة والثقافة والعلوم والفنون وقناة الصحة والجمال، القناة الفضائية العالمية العظيمة بقيادة الدكتور عبد الحميد توفيق صديق العزيز والأخ هو واحنا طبعا ما أقدرش أقول إن هو يعني أب روحي، لكن احنا من سن بعض أنا وهو وأخونا العظيم الدكتور محمود الشامي. إن شاء الله لقاءنا بيكم خلال الأسبوع القادم في نفس الميعاد على قناة الصحة والجمال وبرنامجكم وبرنامجنا السر. تصبحوا على خير ومع ألف سلامة حبيبي، مع السلامة.